عم خون عم روح إيوانجليا قديشات مارا إيشو عم شيحا كارزو عدانا سقلة من مايا وفشلة بثيخة طالع شمياتا وغزيلة روح دالا دك نغتا مخيونا وشريلة اللي وخقالة متشميك إيمر آذي لبروني عزيزة دبقا وحيعجب ليلي إيقاها بشلة نبلة إيشا من روحة قدش البرية تتبايش مجربة من سطانة صملة مار بيوماثا واربي ليلة واثا خرثا كبني فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء فانفتحت له السماوات ورأى روح الله نازلا مثل حمامة وجاثيا عليه وإذا صوت من السماء قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت حينئذ أخرج يسوع من الروح القدس إلى البرية ليجرب من إبليس فصام 40 يوما و40 ليلة وأخيرا جاء فدنا إليه المجرب قائلا له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا أما هو فأجاب قائلا مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله حينئذ ذهب به إبليس إلى مدينة القدس وقاموا على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فألق بنفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فتحملك على أيديها لئلا تصدم بحجر رجلك فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم ذهب به إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه كلها إن خرجت لي ساجدا حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد حينئذ تركه إبليس وإذا ملائكة جاءت فكانت تخدمه وشوحا لا لها أمينا يوحى المشيح بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أحد مبارك للجميع أتمنى لكم نهار مبارك ربنا يحميكم ربنا يحفظكم جميعا خوش أبوخن بريخة مريا حاملوخن مريا مباركلوخن مريا ناطيرخن wish you all a blessing Sunday with this new season is the season of Lent بدينا أسابيع جديدة اللي هي أسابيع الصوم الإنجيل تكلمين عنه تجارب يسوع بالبرية ونقصد بها البرية شنو نقصد بها البرية وكلها هاي حاكين عنها بس نريد نفهم الصوم معنات الصوم نريد نعيش الصوم الحقيقي
الملزم يقولون أحسن فترة هي مال هذا الصوم الكبير 50 يوم، ما رح نشتري لا لحم ولا دجاج، رح نوفر فلوس. زينة. قسم يقول رح أصوم مثل هالناس المساكين الفقراء اللي ما عندهم أكل وشرب حتى نحس بوجعهم. قسم يقول رح أصوم حتى ناخذ لي كريدت بالسماء، يكون عندي حسنات اخذ بالسماء. You don't like it, you shaking your head, you don't like it my word. او قسم يصومون، هذا واجب، هذا فرض، الكنيسه خلته. المشكله الكنيسه خلته. بالاول حسب ما كنا نعرف الصوم 50 يوم، من أول يوم اللي هو اثنين غدا إلى جمعة العظيمة وسبت النور نصوم 50 يوم، نسحبها سحبة واحدة. بعدين لما عرفنا أكثر وتعمقنا بلاهوت يسوع وبالكنيسة، إنه الكنيسة تقول يوم الأحد ما يصير تصومون. ليش؟ لأنه يعتبر قيامة الرب، وأثناء القيامة ما يصير الصوم بالقيامة، فما يصير الصوم. شلنا الأحدات، قالوا شيلوا الأحدات. بعدين الكنيسة دا نقول هو فرض حطته الكنيسة. بعدين الكنيسة ايش صوت؟ قالت أول أسبوع من الصوم ونص الأسبوع من الصوم وآخر أسبوع من الصوم. الناس قامت تحكي شنو الكنيسة، شو تستاهل ويانا هواية، ليش تتخربط الكنيسة في هاي الطقوس، ممكننا نصومها 50 يوم. هم حارت الكنيسة بينا. بعدين سوت الكنيسة، قالت أول يوم الصوم والجمعة العظيمة والجمعة الواقعة. أوه هاي بالمرة سوت الكنيسة، هاي ليش هالشكل الكنيسة؟ دائما اللوم، لأنه ما نفهم معنى الصوم الحقيقي. عقلنا وفكرنا ببطننا، ريت نشبع جسديا، احنا ليش نصوم؟ ليش؟ هذا هو السؤال اليوم اريد اطرحه على نفسي وعليكم. ليش نصوم؟ فقرة حلوة، الله سبحانه والمجد دائما لله. ما هو جسد؟ اللي جسد بيسوع المسيح. بس بالاول وكان روح الله يرفرف على المياه، كان روح الله، فمعنات الله هو روح. احنا هذا الحكي اللي حكيته كله هاي دقيقة بدنا نحكي كله على الجسديات، اكل وشرب، اصوم وما اصوم، واوفر ما اوفر، كلها هاي جسديات. بس الله روح. اليوم انا ليش اصوم؟ يسوع يجاوبنا بانجيل متى فصل 18، يقول من هو الأعظم في ملكوت السماء؟ أجوا قالوا التلاميذ من هو أعظم في ملكوت السماء؟ أن لم تعودوا وتصيروا مثل الأطفال ما تدخلون ملكوت الله. جيد، هاي نقطة. نرجع الطفولة، يركز من خلال هذا الكلام على البعد، مو الخارجي ولا الجسدي، البعد الداخلي اللي هي الصلاة، الصوم، الصدقة. صلاة، صوم، صدقة. نتعلم من خلال هالثلاث أشياء شنو هو الصوم. ما يتوقف بس عن الطعام، لكن جوهره الروحي هو التعمق والوقوف أمام الحضرة الإلهية. هاي النقطة احنا دا ننساها. اليوم أنا أريد أصوم حتى شلون أتقرب إلى الخالق، شلون أعيش كلمة الله في حياتي. أحد الفيديوهات اليوم واحد نزل إياها من قناة نورسات، حاطين أوراق، كاتبين أوراق ونار تشتعل. الحسد ذبها بالنار، الحقد ذبها بالنار، الغضب ذبها بالنار، الكسل ذبها بالنار. معناتها هذول هاي الصوم الحقيقي. إضافة للأكل والشرب، الكنيسة انطتنا، مو قلنا هذا فرض؟ قالت حريتك أنت صوم. البارحة بالكلاسس مع الأولاد، يعني أتمنى تشجعون يجيبون أولادكم، يعني أنا أشكر ماهر واللي دي يتعبون يجيبون أولادهم، دي يجون 5-6، يعني I wish.
وبدينا هم من الدروس تعليم اللغة السورة أهم شيء لهذول شمامس صغار وشمشت إيمان تساعدنا وغزوان ليساعدونا بهاي الدروس. فأتمنى تجيبون أولادكم. قلنا الصوم هو هسا رح احنا ايامنا بدينا يوم الاثنين غدا هو الصوم مالتنا، واللاتين رح يبدون اربعاء شو نسمينهم اش ونزده، يعني قطمة بريشان، ما اريد اكبه لانه ينكب قطمة بريشان الى قطمة بريشان. فاليوم نخلص رح نخلي الرماد على جبين كل واحد من عندنا حتى انه نمشي تقليد هو ونسوي الصوم. فإذا أكو عنصر روحي أساسي، عنصر روحي أساسي أعيشه، مو بس أفكر بالقطع الأكل. زين أنت مثل ما تفكر بهذا الصوم أنه راح تنقطع عن الأكل، وبنقول زفرين، ليش زفر؟ ليش نقول زفر؟ أكو أطيب من اللحم والدجاج؟ لا، كان يحللون السمك. تعرفون ليش يحللون السمك بالصوم؟ تعرفون ليش يحلون السمك بالصوم؟ Why they eating fish on the season of land? Why they eating fish? مرم إيدك مخكي، لا مخكي كيفك، ما قاعد مخكي منه، ها؟ مسيح أكل سمك. بعد ليش يأكلون السمك بالصوم؟ أكل بسطاء. شلون؟ ما حد لا يحكي من كيف. صيادين، أكل صيادين. بعد تتوصلها، بس وصلوها الكلمة هي لأنه كان يصيدوها، ما كان يشتروها، كان يصيدوها، كان يصيدون السمك ما يشتروه، هي أكل بسطاء أو أكل صيادين. فأكو عنصر روحي هنا. أنا دا أقول ليش هذا العنصر الروحي، ليش أنا أقول راح أنقطع عن أكل الطعام إلى فترة زمنية محددة من 12 بالليل إلى 12 الظهر راح أتوقف عن الطعام. جيد، إذا عندي هاي السيطرة أني أصوم بيها من الطعام معناته عندي إرادة. مرات نقول كلام مجازي بالصوم أكسر إرادتي، لا ما أقول لك أكسر إرادتك، قوي إرادتك، قوي إرادتك. إذا عندك هاي الإرادة اللي أنت بيها توقفت وقطعت عن الطعام لفترة معينة معناته عندك إرادة تصوم من لسانك، عندك إرادة تصوم من تفكيرك، عندك إرادة تصوم من عينك، عندك إرادة بكل شيء، معناته أنت قوي. ليش ما نصوم من هذولا؟ ليش ما نبدي مسيرة صومنا؟ اليوم أريد أخلي هدف في حياتي أنه بالصوم هذا أنا أخصص هذا الصوم، ما يصير أقوله بس أقوله، أنا أخصص الصوم مالتنا من أجل إرسالياتنا، من أجل إرساليتنا حتى نتقدم لقدام. أنا ما أقدر وحدي أقدمها، ما أقدر أقودها، أنتوا السكة اللي نمشي بيها، أنتوا سكة القطار، مو بيها حديدتين. القطار هو الكاهن الخادم وأنتوا السكة. تردون تمشون القطار عدل يمشي عدل، تردون تخربون القطار أنتوا تخربون، فهي أنتم متوقفة، مو بس الكاهن، أنتوا الأساس. كهنة جوي خدموا وراحوا، بس أنتوا باقين، أولادنا باقين، أطفالنا باقين، أنتوا مستقبل الكنيسة الأولاد. فالكاهن يخدم فترة معينة ويروح. فهنا أنا هذا الصوم يكون عندي هدف بحياتي. شنو هدفنا اليوم بالصوم اللي إحنا رح نقدمه؟ أكو رموز هواية بالحياة، السيطرة والإرادة لازم أعيشها، لازم أتحكم بيها. أعرف لما أقول كلامي، كثير أخاف لما أقف هوني على المنبر لما أتكلم معاكم أثناء الكلام مالتي أركز عليكم، أثناء الكلام مالتي أشوف وجوهكم. طبعا الوعظة مالتي أنا أحضرها الوعظة، بس أكثر شيء الوعظة أخذها من وجوهكم، وأنتبع على كل شخص. يعني شفتوا هنا بس حركة رأسها من خلال كلام حسيت بها أكو قسم دي يثاوبون هم عم بورينج I don't know. فهنا أنا مهمة أركز عليه، وبنفس الوقت أركز على الكلام، خاف يطلع كلام مو زين، غير إيمان، غير ضد الإيمان مالتنا، أخاف. فعلى كل شيء أركز حتى نعرف. فإذا السيطرة والإرادة، هاي السيطرة والإرادة لازم أعيشها في حياتي في فترة الصوم، ده ننساها. وعنصر آخر بالصوم مهم
هو التوبة، الاعتراف. ما عندنا اعتراف بحياتنا كثير من المرات أسمعها، إيه أبونا أنا أخجل أروح يوم كاهن أعترف، أنا أعترف بيني بين الله. هذا غير وارد، هذا غير صحيح. هذا أنت تخلق دين إيمان أو تخلق لك مثل ما نسمينه بفلسفة الطوطن، إله مالتك هذا. هذا ما إله مالتنا، إله محبة، إله يريد تواصل، إله يريد علاقة تربطنا واحد بالآخر. هاي العلاقة احنا بدنا نفتقدها اليوم. العيشة هاي الفترة الصوم كثير مهمة أخوتي أخواتي المباركين، هو الدروس، هي عقبات في حياتنا. لما الواحد يصوم فترة زمنية راح يحس بالجوع، راح يحس بالعطش، وتعرفون كل الدعايات تطلع مع الأكل ومطاعم هاي الفترة حتى نعطينا أكثر قوة أكثر صبر. يجي واحد يقول أنا أدخن مثلا 2 باكيت سيجارت a day or 3، راح أصوم أوقف عن التدخين، بس شنو هي بجيبته الباكيت بس ما يدخن، معناته عنده هاي السيطرة، عنده هاي القوة. وفعلا بس مو نخلص هاي فترة الصوم بعدين نرجع إلى السكر وعربدة ودخان وقمار، لا، نعيش حياة إيمانية. لأنه أنت إذا بنيت، ليش أقول عندنا هدف، أنت إذا بنيت أساسك قوي خلال هذا الصوم راح تستمر قوي. إذا قويت إرادتك خلال هاي فترة الصوم راح تستمر فترة الصوم. لا تفكر هو صوم هو وسيلة تغيير حياتك الجسدية، هو روحي. كل فكرنا وعقلنا هي أفكار جسدية، بس أهم نقطة احتاج هي روحي. ليش أصوم؟ ليش أصلي؟ شنو فائدة الصوم بحياتي؟ شنو فائدة الصوم؟ يغذينا غذاء روحي، نتواصل مع الخالق. هذا هو الإنسان اللي يتغذى روحيا وكيانيا من مصدر واحد، ما من مصادر مختلفة. هذا المنبع، المنبع هو يسوع. هاي احنا بدنا نفتقرها اليوم. نفرغ الثلاجة فترة الصوم، ما نخلي بها كل شيء. يسوع اليوم انطانا هاي 3 تجارب اللي يقع بها الإنسان: الشراهة، إذا كنت ابن الله حول هذا الحجر إلى خبز، جو الشراهة، المجد الباطل والشهرة. التجربة الأولى هي الشراهة، والتجربة الثانية هي الشهرة. إذا كنت ابن الله ارمي نفسك من فوق، لأنه سوف يوصي ملائكته حتى يمسكوك. هاي شهرة. أنا أنت شنو أنت تجي تحاسبني؟ أنت منو حتى نتحاسبني؟ أنا ماشي أنا، بس أنت شنو علاقتك من الله؟ فرجيني علاقتك من الله. وشون تبين هاي علاقتك من الله؟ لما تكون علاقتك أنت مع الإنسان الآخر جيدة، الإنسان المقابلك اللي أنت تتعيش بينه اليوم. هاي الحيطان اللي جمعتنا اليوم كنيسة، هي مو هاي الحيطان، هي أنتم. بالعبري بالآرامي كنشتة كنيسة، كنشتة يعني جماعة، هو مكنسة، مع كنكسة مو نكنس نجمع، فالمكنسة هي كنيسة، هي مكنسة جمع، كنشتة يعني تجمع، نجمعنا مع بعض. فاليوم أخوتي أخواتي المباركين، خلي يكون هدف عندنا بالحياة خلال هاي فترة الصوم، أهم نقطة نسوي مراجعة الذات، مراجعة حياتنا. لا تفكروا بالأكل والشرب، ضروري نصوم من عندها، بس أفكر بعلاقتنا ونقوي علاقتنا مع الخالق. ما أقول أقلل، وإنما أقول أزيد. ما أقول أقلل من الطعام، أقول أزيد من الصلاة. ما أقول أقلل من الحكي الزايد، أقول أزيد من زيارة القربان. ما أقول أقلل من الحكي عن الناس، أقول أصلي المذبحة، أزيد من صلاة المذبحة. ما أقول فلان شيء، أقول أزيد من قراءة الكتاب المقدس. لأن كل ما زيدت هاي الأشياء في حياتك راح تقل هالأشياء السلبية، ها راح تقل. فاليوم هاي أختمها معاكم، هاي السلبية، هاي الطاقة السلبية اللي أحس بيها موجودة بكل واحد من عندنا. ما أعرف ظروف لندن، هي بريطانيا، لأنه مغيموا على طول كآبة كآبة كآبة، صار بينا طاقة سلبية طلعوا من عندها. مرات أقعد من الصبح يجي لي أول تليفون، قالوا قيل
يكفي. عيش حياة إيجابية، عيش يسوع، أغفر، سامح، لا بس بالحكي، أعمال. فهذا الصوم هو أعمال، أعمالنا تربطنا واحد بالله. هي قد ما نربط واحد بالله راح نرتبط مع بعض مع الله الخالق. آمين.